واحد يقول ماذا تقول قداستك عن الكاهن الذي يقول دائما لا حل ولا بركة وينتهر الشعب دائما ويتكلم على ملابس البنات والمكياج. حكاية لا حل ولا بركة تعبير صعب منفر برضه. انا ما اتذكرش طول المدة دي كلها قلت الواحد لا حل ولا بركة. فبلاش الاسلوب ده وانتقاد الشعب دائما ويتكلم على ملابس البنات. ونحن نريد الحشمة التي في داخل القلب التي تظهر في الملابس. لكن مجرد الملابس افرض الملابس فيها حشمة والقلب مفهوش يبقى استفدنا ايه؟ خلينا ندور على القلب احسن. وياريت الكاهن يتكلم على نقاوة القلب وما الحاجات دي تيجي لوحديها. اصعب من دي على المكياج والحاجات دي ان يجي الاب الكاهن اثناء المناولة ويبص للست ويشوفها متمكيجة ولا مش متمكيجة. يا ابويا انت ملك يا حبيب. انت الوقت فيك. يعني يترك انشغاله بالجسد والدم وينشغل بالكذا والكذا. يعني بتبقى لحظات حرجة ومتعبة وخصوصا لو انتهرها في ذلك الوقت. تنبيه الشعب عايز حكمة والنصائح عايزة حكمة وحتى حفظ النظام عايز حكمة.